بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه، سبحانه الإله الصمد المعبود بحق المتصف بكل كمال، لك الحمد يا ربنا على نعمك التي لا تحصى وآلائك التي لا تستقصى، وأصلي وأسلم على سيد الورى سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عود حميد بعد انقطاع اشتقنا إليكم فيه، و كنت أتعجل مرور الأيام لنعود إليكم وتعودون إلينا لنستكمل قراءة هذا الكتاب المهم الذي يضع أيدينا وأبصارنا على موضوع مهم متعلق بتفسير القرآن الكريم وكيفية التمييز بين ما يقبل وما لا يقبل من التفسير. أين وصلنا؟ أو موضوع بدايتنا موضوع إيه؟ نعم؟ طب أرجوك أعطيني الكتاب، أعطيني الكتاب. عشت جديد ماشي خلاص ماشي طول. يعني كنا بنتكلم عن أقسام الإسرائيليات، وذكرها الشيخ، ذكر الشيخ هذه الأقسام وأنها ثلاثة أقسام ما يتعلق بالإسرائيليات على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علمنا صحته، القسم الثاني ما علمنا كذبه، القسم الثالث ما هو مسكوت عنه. وأكيد طبعا ما فيش حد هيجادل، لا أحد يوجد، لا يوجد أحد يجادل في أن ما علمنا صحته يقبل، لا شك فيه. وذكرنا لذلك أمثلة، وهذا القسم هو ما ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا إيه؟ ولا حرج. والقسم الثاني وهو ما علمنا كذبه، وهذا يرفض وهذا لا يقبل، وهذا لأنه يخالف ما عندنا. ومن ذلك الكثير مما جاء في قصص الأنبياء وفي ما يتعلق بكثير من أخبار الأمم السابقة وغير ذلك. يعني عندما تقرأ في رواية أن أحد من الأنبياء أو أن واحدا من الأنبياء وقع في معصية،
ماشي شرب خمرا أو زنى. الأنبياء في عقيدتنا معصومون، فإذا ما جاءت رواية إسرائيلية فيها مثل ذلك، يعني ما يطعن في عصمة الأنبياء، بترفض لأنها تخالف ما عندنا. تخالف إيه؟ ما عندنا، خاصة وأن القرآن الكريم قد بيّن لنا أن أهل الكتاب كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، طيب ممكن واحد يسأل ويقول كيف نجمع بين ما سمعناه منذ قليل حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وبين منع رواية هذه الخرافات التي فيها طعن في ذات في عصمة الأنبياء؟ هل من أحد يجيب؟ الإجابة موجودة عندك، ماشي. قال الإمام مالك في حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا. خلاص يا مشايخ، العبارة هذه من باب التأكيد عليها، خدوا خط تحتها، يعني لأنه عندنا روايات إسرائيلية كثيرة. هل انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هل إننا ممكن يجوز لي أن أروي هذه الروايات التي فيها مخالفة لما في عقيدتنا ولما في شريعتنا؟ لا، لأن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي حدثوا عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما فيه كذب وما فيه طعن في ذات الله أو طعن في عصمة الأنبياء فلا يجوز. فلا إيه؟ فلا يجوز. دي نقطة مهمة جدا. ولعل هذا هو المراد من قوله صلى الله من قول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وذكرنا هذه الرواية: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب، إلى آخره. القسم الثالث: ما هو مسكوت عنه، بمعنى إنه لا يوجد عندنا ما يوافقه أو ما يخالفه. ماشي يا مشايخ؟ ليس هو بالمسكوت، ليس هو بالموافق ولا بالمخالف، ماشي. هنا نتوقف ولا نتكلم ولا نذكر هذه الروايات، لأنه ممكن هذه الرواية تكون صدق، فإذا أنكرتها هيبقى أنا أنكرت شيئا صحيحا ومقبولا، وإذا أجزت روايتها ونقلها يبقى أنا ممكن الرواية تكون مكذوبة وباطلة، يبقى أنا ساهمت في نشر الباطل، ماشي، وفي نقل الباطل. الموقف هنا إيه؟ التوقف. الإيه؟ التوقف. وهذا ما ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. وهذا استشهاد بآية في سورة العنكبوت، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. وطبعا هذا القول من حضرته صلى الله عليه وسلم ورد في قصة، لأن القصة دي حكاها سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية. كان مجموعة من علماء أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، وطبعا العرب لا يعرفون العبرانية اللي هي لغة اليهود، ويفسرونها للعرب بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. يعني الشيخ الله يرحمه الشيخ أبو شهبة يقول: والأولى عدم ذكره، اللي هو الأمور لا يعلم لها موافق ولا إيه ها ولا مخالف، الأولى عدم ذكره، وألا نضيع الوقت في الاشتغال به. وذكرنا ما يلي، ونبدأ الآن مع موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببعض ورقات من التوراة، ودخل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فرح، يعني أنه أصاب شيئا من كتاب سماوي. وطبعا يعني موقف سيدنا عمر بن الخطاب، ظن أن ذلك سيفرح النبي، لأن سيدنا محمد أتى بكتاب من عند الله، وهذا كتاب أيضا له نسبة إلى السماء إلى الله. فظن سيدنا عمر رضي الله عنه أن ذلك سيصر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على رسول الله وقال له: يا رسول الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه الكلمات التي تبين لنا أننا كمسلمين يكفينا القرآن، لا نحتاج إلى كتاب سماوي آخر. ربنا يقول في شأن القرآن: أنزلنا إليك القرآن تبيانا لكل شيء. ماشي يا مشايخ؟ يعني مش محتاجين. فبيقول: لقد جئت، صلى الله عليه وسلم، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني جئتكم بالملة الإسلامية بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء، يعني لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فيخبركم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. يعني ربما يخبرك بحق وأنت كمسلم لك عقيدة ولك ملة ولك كتاب، ممكن تنكر ولا تصدق ما أخبرك به هذا الكتابي وتكذبه وتنكره، والذي قاله لك هو الصدق، فأنت تكذبه يبقى أنت كذبت بالإيه؟ بالصدق.
وممكن هذا الرجل من أهل الكتاب يخبرك بباطل وأنت لسلامة نيتك تصدقه، يبقى أنت صدقت بالإيه؟ ها؟ بالباطل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حدث هذا الموقف أيضا مع سيدنا عمر، دخل عليه واحد بكتاب أصابه من أهل الكتاب، وهنا نستمع إلى هذه الرواية. روى الحافظ أبو يعلى بسنده عن خالد ابن عرفطة قال: كنت جالسا عند عمر إذ أتى برجل أو إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس، يعني بمنطقة اسمها السوس، فقال له عمر: أنت فلان ابن فلان العبدي؟ قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم. فضربه بقناة معه، يعني بشيء كان في يد سيدنا عمر، يعني حاجة مجوفة بقناة، يعني ممكن تكون عصا مجوفة، أي شيء له تجويف. فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ يعني لما تضربني؟ الرجل دخل على سيدنا عمر، فسيدنا عمر سأله: أنت فلان؟ نعم. أنت الذي تسكن في المكان الفلاني؟ نعم. فسيدنا عمر ضربه، شيء موقف يعني يستدعي التساؤل. أنت داخل علي، سألتك عن اسمك عن بلدك، فلما علمت أنك رحت قمت بضربك، فأنت ستسأل لما تضربني؟ فقال له عمر: اجلس. فجلس هذا الرجل، جلس. فقرأ عليه سيدنا عمر: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. دي أول آيات في سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قرأها سيدنا عمر 3 مرات، يعني يقرأها مشي ويضرب الرجل ضربة ثم يعيد قراءتها، ثم يضرب الرجل ضربة ثانية ثم يعيد قراءتها، فقرأها 3 مرات وضرب الرجل 3 ضربات ماشي. فقال له الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ أنت بتعاملني المعاملة اللي تضربني لماذا؟ فقال له: أنت الذي نسخت كتاب دانيال؟ يعني ألست أنت الذي نسخت كتاب دانيال؟ دانيال هذا كان أحد الأنبياء في بني إسرائيل، وهنا معلومة ينبغي أن تصحح. عندنا في اسكندرية يا شباب مسجد اسمه مسجد النبي دانيال أو مسجد دانيال، مسجد ايه؟ دانيال، قريب كده من محطة القطار في الاسكندرية، محطة مصر. هذا المسجد لرجل اسمه دانيال، ودانيال هذا مسلم وليس ايه؟ وليس من اهل الكتاب، انما هو
اسمه زي مثلا عندنا في المسلمين لما نسمي موسى ونسمي عيسى، مش كده يا مشايخ؟ وعندنا حتى في ميلاد ديت موجودة في النصارى عندنا كتير، ولكن بعض البلاد الإسلامية بتسمي ميلاد، ماشي؟ فليس معنى إنه المسجد ده اسمه دانيال يعني ده من بني إسرائيل اللي هو دانيال ده، لأ، اللي في اسكندرية، لكن اللي معنى في القصة كان من أنبياء بني إسرائيل، اللي هو سيدنا عمر بيقول للرجل أنت الذي نسخت كتاب دانيال. دانيال ده كان له كتاب كده فيه نص مقدس كان ينسب إلى دانيال. قال مرني بأمرك أتبعه. الرجل بيقول لسيدنا عمر يعني هذا اعتراف من الرجل بأنه هو الذي كتب كتاب دانيال نسخه. كيف يصح لمسلم أن ينسخ كتاب لملة أخرى ويقرأ فيها ويتعبد بما فيها؟ واخدين بالكم؟ فسيدنا عمر قال له أنت الذي نسخت كتاب دانيال. قال مرني بأمرك يا أمير المؤمنين أتبعه، مش أخالف أمرك، ماذا تريد؟ قال انطلق، يعني ارجع إلى بيتك، فامحوه بالحميم. امحوه بالحميم يعني امحوه بالماء الساخن، وهذا فيه إشارة إلى أنه لا يبقي له أثرا. يعني طبعا نحن نعلم أن أدوات الكتابة قديما كانت على غير ما نراه اليوم، عندنا كتب مطبوعة على الكمبيوتر وعلى المكن، لكن زمان كان بالريش وبالأمور التي كانت موجودة إلى في ذاك الزمان، فكان ممكن من السهل أن يمحوه بالماء. ولكن زيادة في محو الكتابة حتى لا يبقى لها أثر، امحوه بالماء بالحميم، أي بالماء الحار والساخن، والصوف الأبيض يعني حاجة خشنة، ثم لا تقرأه ولا تقرئه أحدا من الناس، لا أنت تقرأ ولا أحد من الناس غيرك يقرأ. فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة، أنهكنك عقوبة يعني أصيب جسدك بالضعف الشديد والإنهاك من كثرة الضرب، من كثرة الإيه؟ من كثرة الضرب والألم. ثم قال اجلس، يعني سيدنا عمر قال لذلك الرجل اجلس، فجلس بين يديه. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر رضي الله عنه أحب أن يخبر الرجل عن سر هذه المعاملة الشديدة معه، فحكى له قصة. قال له انطلقت أنا، يعني سيدنا عمر بيحكي عن نفسه، انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب، يعني نسخت كتاب من كتب أهل الكتاب، ثم جئت به في أديم، أديم يعني في جلد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا في يدك يا عمر؟ قلت يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمنا، لنزداد به إيه؟ علما إلى علمنا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه،
ثم نودي بالصلاة جامعة، فقالت الأنصار: أغضب نبيكم؟ يعني بعد ما سيدنا عمر دخل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي النادوا بالصلاة جامعة، وكان لا يفعل ذلك إلا عند الضرورة، إلا في أوقات الصلاة، يعني صلاة الأوقات العادية لها أذان، لكن الصلاة جامعة يبقى في أمر جلل حدث، أمر خطير. فالأنصار قالوا: غضب نبيكم؟ أغضب نبيكم؟ استفهام. السلاح السلاح، يعني كل واحد يذهب إلى بيته ويأتي بما عنده من أسلحة. فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سيدنا النبي، كان طلع على المنبر بقى يقول للناس الكلام الذي يعالج المشكلة، قال: أيها الناس، إني قد أوتيت جوامع الكلم. وهنا يا مشايخ، كلمة جوامع الكلم معناها إيه يا شباب؟ معناها الكلام القليل الذي يعبر عن المعاني الكثيرة. إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه. طبعا لأن القرآن الكريم هو خاتمة الكتب السماوية التي نزلت من عند الله، واختصر لي اختصارا، يعني الكلام قليل كما قلت لكم ولكنه يعبر عن المعاني الكثيرة. وقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تهوقوا ولا يغرنكم المتهوقون. إيه معنى تهوقوا؟ يعني لا تتحيروا، لا إيه؟ لا تتحيروا ولا تشكوا. ولا يغرنكم المتهوقون، أي المتحيرون المشككون. خلاص يا مشايخ، يعني ما يصير، ما ينفع، لابد من الثقة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا علمت ذلك ووصلت إلى هذه المرحلة، الثقة الكاملة واليقين الكامل التام، فيجب عليك أن تعلم أن القرآن يكفي عما سواه. ربي في القرآن الكريم وصف الله منزل القرآن، وصف القرآن بأنه مهيمنا على الكتب السماوية، ماشي يا جماعة، ومهيمنا عليه. فلما سيدنا النبي قال ذلك، فسيدنا عمر قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبك رسولا. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ أبو شهبة رضي الله عنه هذه القصة ليبين لنا موقف سيدنا عمر من هذه الإسرائيليات، لدرجة إنه ضرب الرجل لمجرد إنه نسخ واحدا من الكتب التي لها شيء من القداسة عند أهل الأديان الأديان الأخرى. ماشي يا مشايخ، أعتقد أنكم الآن تستطيعون أن توفقوا
بين هذه الروايات المتعددة التي يوهم ظاهرها التعارض من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمسألة الإسرائيليات. يعني احنا عندنا ثلاث أقوال وردت عنه صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ماشي يا مشايخ، قوله صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، وقوله: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، ماشي. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وبعدين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء. يعني لا تسألوا أهل الكتاب عن إيه؟ عن شيء. فدي ثلاث مواقف مختلفة. كيف نجمع بين هذه المواقف؟ نقول بقى إيه؟ نقول إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم فيما لا نعلم له موافق ولا مخالف، فيما لا نعلم له موافق ولا إيه؟ ولا مخالف. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما يوافق ديننا، ماشي يا مشايخ. أما الموقف الثالث اللي هو لا تسألوهم عن شيء، طبعا دي فيما يتعلق بأي حاجة تخالف ديننا أو عقيدتنا أو فيها طعن في الله أو في رسل الله أو لا يصدقها عقل بنرفضها لأنها تعارض ديننا. خلاص يا مشايخ. بعد ذلك نتكلم هنا نقل مقالة عن ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكرها ابن تيمية في كتابه مقدمة في أصول التفسير. ده كتاب في أصول التفسير لابن تيمية. الشيخ نقل عن هذا عنه هنا هذه المقالة يعني. وأرجو أن يقرأها أحد منكم، واحد منكم يقرأ لنا كلام اللي نقل الشيخ عن ابن تيمية. تفضلوا. يعني شوفوا عبارة جيدة على فكرة، كتاب مقدمة في أصول التفسير استفيدوا منها. يقول لك العلم إما نقل مصدق، يعني عندي خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يرد ما دام ثبت وأصبح صالحا للاستدلال، وإما استدلال محقق بمعنى ان انت تجتهد وتعمل فكرك من خلال الادوات المؤهله وتصل من خلال العلوم المحصله اللي انت حصلتها واعمال الفكر والعقل الى فهم جيد للايه او للحديث الشريف. بعد كده بقى ابتدى يفصل يقول لك ايه هو النقل المصدق وايه هو الاستدلال المحقق.
والمنقول كمل أكمل. والمنقول إما للمعصوم وإما لغير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق إلى الجزم بصدق منه. إلى الجزم ما لا طريق ما لا طريق إلى الجزم بصدق منه. نعم، يعني هو بيقول ايه؟ انه اللي منقول عن المعصوم واما عن غير المعصوم، يعني اما منقول عن حضرة النبي او غير حضرة النبي. طبعا المعصوم اللي هو من؟ سواء المعصوم اما في القرآن الكريم، لان القرآن الكريم معصوم عن التحريف، واما عن النبي صلى الله عليه وسلم، لسيدنا النبي معصوم عن انه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وهذا هو النوع الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. طبعا عندنا الحمد لله تبارك وتعالى كل الأحاديث الواردة عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لها أسانيد، وعندنا دراسة الأسانيد دي من علوم الشريعة ومن المهم، ولذلك قالوا الإسناد من الدين. الإسناد من الإيه؟ من الدين، لأنه عندما نتأكد من سلامة السند وعدم انقطاعه على طول بأحكم بصحة الرواية، بصحة الإيه؟ الرواية، وحينئذ هي صالحة للاستدلال. ومنه ما لا يمكن، وطبعا غير المعصوم بقى ليه كلام تاني. احنا ويمكن احنا قلنا اقوال الصحابة واقوال التابعين وغير ذلك. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق الى الجزم بالصدق منه، فالبحث عنه مما لا فائدة فيه، لان انا ما اعرف مش قادر هل هو الحديث ده صحيح ولا غير صحيح. ماشي يا مشايخ؟ والكلام فيه من فضول الكلام، واما ما يحتاج المسلمون الى معرفته فان الله نصب على الحق فيه دليلا. اي حاجه، ودي جميله جدا، مش عارف اقول ان هي صحيحه ولا مش صحيحه، هنجد في الصحيح ما يغني عنها. ليه بقى؟ لأن ربنا عز وجل بيّن لنا كل شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا وإيه؟ وبيّن. خلاص يا مشايخ؟ فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في أحوال أصحاب الكهف. لما نقرأ الكتب والروايات الواردة هنجد عجبا، نجد يقول لك أسماءهم إيه؟ كانوا قرايب ولا مش قرايب؟ ماشي يا مشايخ؟ طب ولين الكلب بتاعهم كان إيه؟ طب اسم الكلب كان إيه؟ خلاص يا مشايخ؟ حاجات لا تفيد، ولا أنتوا رأيكم إن هي تفيد؟ يعني ربنا مش هيدخلك الجنة لما تقول لنا أسماء أهل الكهف؟ ها؟ لا، مش هيسألك عن كده، هيسألك أنت صليت، هيسألك أنت صمت، هيسألك أنت حافظت على فروض الشريعة، لكن مش هيجي يقول لك أنت عشان تدخل الجنة تقول لي لون الكلب بتاعك أهل الكهف إيه. خلاص؟ وكذلك فيما يتعلق بالبعض الذي ضرب به موسى البقرة، عندنا في قصة البقرة في سورة البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها، يعني خدوا قطعة من البقرة اللي انتوا ذبحتوها واضربوا بها الميت يقول لكم مين اللي قتلني، ينطق كده وهو ميت يتكلم بعد موته. خلاص يا مشايخ؟ البعض ده هو ايه بقى؟ هل من الكتف؟ هل من المؤخرة؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟
يعني احنا عندنا كمصريين نروح للرجل الجزار نقول له اقطع لي حتة من المكان الفلاني، انا عاوز لحم من المكان الفلاني ونحدد ليه. ماشي. القطعة بقى اللي ضرب بها سيدنا موسى الميت فقلنا اضربوه ببعضها، من اي مكان في البقرة؟ من الامام ولا من الخلف ولا من الرأس ولا من الذيل؟ تيجي تقرأ في الروايات الإسرائيلية كثير من الأخبار في هذا الشأن، وهي غير مفيدة، وهي غير إيه؟ وغير مفيدة. كذلك مقدار سفينة نوح عليه السلام كان مقدارها قد إيه؟ ماشي يا مشايخ، مساحتها يعني قد إيه؟ من هنا للعتبة ولا من هنا للأبرة ولا من هنا للدراسة؟ ماشي. هل هذا مفيد؟ لا يفيد. ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، وما لم يكن كذلك بل كان يؤخذ من أهل الكتاب كالمنقول عن كهعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن أخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه، خلاص، إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوا بباطل فإيه؟ فتصدقوه. خلاص يا مشايخ. هو نقل هنا عن كعب وعن وهب وعن محمد بن إسحاق، وكذلك ما نقل عن التابعين. لو واحد قال قول عن واحد من التابعين ولم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. يعني مثلا هنجد إن واحد من التابعين في مسألة ما يذكر قول واحد تابعي، يذكر قول آخر، واحد قول لا الكلب كان اسمه كذا، واحد تابعي آخر يقول لنا لا ما كانش اسمه كذا كان اسمه كذا، ويجيب اسم إيه آخر. خلاص. ما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، إلى آخر ما قاله الشيخ، وذكر أمثلة كثيرة فيما يتعلق بأهل الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت، يعني هل الشجرة العصا اللي كانت مع سيدنا موسى ديت اللي كان يلقيها فإذا هي حية إيه؟ وما تلك بيمينك يا إيه؟ قال هي عصاي. هذه العصا من أي نوع من الشجر؟ نعم، هل من شجر الأبانوس ولا من شجر التوت ولا من شجر الصنت ولا من شجر البرتقال ولا من أي لون وأي نوع من الشجر يا مشايخ؟ خلاص، مشكلة. المهم، طيب وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم؟ يعني سيدنا إبراهيم ربنا قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن إيه؟ ثم ادعهن يأتينك. نعم، الأربع طيور دول بقى كانوا أي نوع من الطيور؟ عصافير أم بلابل أم حمام أم هداهد أم إلى آخره. خلاص يا مشايخ. دي كلها أمور أبهمها الله تبارك وتعالى، ولا فائدة في تعيين نوعها. هذه الفائدة لا تعود على المكلفين. وأنا لما أعرف أن
إن كان لون الكلب مثلا بني، هعمل إيه يا مشايخ؟ ده حتى الكلاب البني هتغلي سعرها، لأنها تبقى لونها لون كلب أهل الإيه؟ أهل الكهف. فدي أمور كلها لا فائدة في تعيينها، خلاص. لكن نقل الخلاف في ذلك عنهم جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يعني ممكن نختلف في العدد، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا. اقرأ لي بقى ما يلي، اقرأ لي يا شيخ ما يلي. أكمل. وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام. ده نموذج فيما يتعلق بهذه الاختلافات الواردة عن أهل الكتاب في بعض الأمور فيما يتعلق بالمسائل أو بالأمثلة اللي احنا ذكرناها. أكمل. ضعف من التضعيف، يعني أنه جعله قولا ضعيفا. نعم. وسكت عن الثالث. نعم. على صحته، إذ لو كان باطلا رده كما ردهما. نعم. وأشهد إلى أن الابتلاء على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلاه الله عليه. نعم. ولهذا قال: فلا تمالي فيهم إلا مراء ظاهرا. نعم. أي لا تجهد نفسك فيما لا قائل تحته، ولا نعم. تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. نعم. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام. نعم. وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل. نعم. وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يكون النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته. نعم. فيشتغل عن الأهم، فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوطن أقوال الناس فهو ناقص. نعم. إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب. فقد تعمد الكذب. أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وأكثر مما ليس بصحيح، فهو كلابسي ثوبي زور. والله الموفق. طبعا انتوا عارفين ايه ثوبي الزور. ثوبي الزور ده يقول لك هذا يعني لابس ثوبي زور، يعني واحد بيدعي ما ليس له، فهو كلابس ثوبي زور. كانوا زمان يا مشايخ يعني لابس جلباب، وياتي عند الكم ويخيط به قطعة من القماش من لون آخر، فتظن أنه يلبس ثوبين فوق بعضهما. يلبس إيه؟ ثوبين فوق إيه؟ وهذا يدل على الثراء، يعني إن كان زمان الناس فقراء، فلما يلاقوا مثل هذا يقول لك هذا غني وثري، يعني يرتدي ثوبين. هو لا يرتدي ثوبين، ولكنه من باب التشبه بمن يلبس ثوبين
فعل ذلك، انه اتى بقطعه من القماش من لون اخر وخاطها هنا وهنا وهنا، فتظن عندما تراه انه يرتدي ايه؟ ثوبين. ده بيسموه ثوبي ايه؟ كلابس ثوبي ايه؟ ثوبي زور. ماشي يا مشايخ؟ خلاصة كلام اللي نقله الشيخ عن ابن تيمية انه هناك امور لا فائدة تعود علينا فيما يذكر منها، خاصة انه لم يرد عندنا ولم يصح عندنا قول في المسألة، فكثرة الكلام فيها في عدد أهل الكهف، في لون الكلب، في الشجرة اللي كان منها عصا سيدنا موسى، في أسماء الطيور التي أحياها الله لسيدنا إبراهيم، تعيين البعض الذي ضرب به سيدنا موسى القتيل، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تبارك وتعالى لا فائدة في تعيينه. لكن هناك مثلا لو في مسألة وردت مثلا في القرآن أو وردت في السنة فيها أكثر، بأذكر الأقوال وجاب لنا مثال سيقولون ثلاثة رابعهم إيه؟ كلبهم. فممكن أذكر الأقوال وأقول لا الصحيح كذا والباطل كذا. خلاص يا مشايخ؟ هنا يعني حتى ننتقل إلى يعني عنوان آخر، أسباب الخطأ في التفسير بالمأثور وأسباب الخطأ في التفسير بالرأي والاجتهاد. وذكر أمورا يرجع إليها الخطأ. نمرة واحد أو رقم واحد، تنزيل اللفظ القرآني على غير ما يراد منه. عندنا يا مشايخ القرآن نزل بلسان عربي، خلاص؟ فينبغي أن يفسر ويفهم المعنى بما هو معروف في اللغة. هناك بعض الآيات لها مجاز لا يمكن أن تفهم إلا في سياق المجاز والاستعارة، ولكن العامة الكلمات ينبغي أن تفهم في ما هو معروف عند العرب. يعني مثلا لما يجي واحد يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، واحد يجي يقول لي البقرة، أقول له يقول لي البقرة مش هي الحيوان المعروف، لا البقرة حاجة تانية، ماشي؟ ويفسرها لي كده تفسير لا تشهد له اللغة، لا تشهد له إيه؟ اللغة. أقول له هذا التفسير مرفوض، لأن أنت نزلت اللفظ على غير ما يراد منه، نزلت اللفظ على غير إيه؟ ما يراد منه، وألصقته بالقرآن إلساقا من غير أن يكون هناك في دلالة لهذا اللفظ في اللغة، وبحيث لا يشهد له سياق ولا سباق ولا لحاق، ويصير كالبقلة الشاذة بين الظهور وبين الورود. خلاص يا سادة؟ ده رقم واحد، إن أنت لا تستخدم اللغة، لا تذهب إلى اللغة، تفسر اللفظ بغير ما هو معروف في اللغة. خلاص يا مشايخ؟ السبب الثاني، اقرأوا يا شيخ. عدم التمييز بين الصحيح والضعيف والموضوع، وبين المقبول والمردود، وعدم التفرقة بين الجليل والرديء، والاكتفاء بذكر الأسانيد من غير نقل، من غير نقل. تفضل يا أستاذ. دي سبب مهم اللي هو
ينبغي إنه فيما يتعلق بالدين والقرآن الكريم هو أساس الدين والسنة النبوية كذلك، فينبغي أن يفسر القرآن بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما صح عن الصحابة أو التابعين، لكن تأتي بحديث مكذوب أو برواية موضوعة وتفسر بها القرآن، ده سبب من أسباب الضعف في التفسير بالمأثور. اقفلوا الباب، واحد يغلق الباب. يبقى لابد من من أسباب الخطأ في التفسير، أن تعلم يعني أن من أسباب الخطأ في التفسير بالمأثور أن ما يكونش عندك القدرة على التمييز بين الصحيح وغيره، لأن لو ما عندكش القدرة أن أنت تفرق بين الصحيح وغيره ممكن تفسر الآية برواية موضوعة، ممكن تفسر الآية برواية ضعيفة، يبقى هنا أنت أخطأت خطأ بينا وحملت الآية ما لا تحتمل. لما تأتي تفسير آية قرآنية وتقول لي قال سيدنا عمر وتأتي برواية سيدنا عمر منها بريء، يبقى أنت أسأت إلى سيدنا عمر وأسأت إلى القرآن الكريم، خلاص؟ يبقى لابد أن يكون عندك القدرة على التمييز بين الصحيح والضعيف والموضوع وبين ما يقبل وما يرد. وهنا جايب عبارة كبيرة جميلة جدا، إنه من أسباب ضعف التفسير بالمأثور الاكتفاء بذكر الأسانيد من غير نقد للرواة. ويمكن كثير جدا من المفسرين وعلى رأسهم سيدنا الإمام الطبري شيخ المفسرين رحمه الله ورضي عنه، إنه ساق لنا روايات كثيرة منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح واكتفى بذكر الأسانيد، وكأنه يقول لنا إن أنا جمعت الروايات وأنتم عليكم النقد، واخدين بالكم؟ لكن أنا مهمتي لأن أنا لو جلست أنقد كل رواية أشوف أين الصحيح منها وغير من غير الصحيح ربما لم يسعفه الوقت لنقل كل هذه الإيه ما جاء، أو ربما فاته الكثير مما صح من الآثار والأخبار في تفسير القرآن الكريم. رقم ثلاثة، أقرأ. عدم التمييز بين الداخل وغير الداخل والإكثار من النقل عن أهل الكتاب الذين أسلموا، وفيه الكثير من الإسرائيليات والخرافات والأباطيل التي لا يشهد لها نقل صحيح ولا عقل سليم. نعم 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 نعم، من أسباب الضعف في التفسير بالمأثور الدخيل والإسرائيليات. الدخيل والإسرائيليات، لأنه كما علمنا أيضا أنه وجود هذه الإسرائيليات في كتب التفسير جعلت الكثير ينصرف عن هذه التفاسير. يعني أنت كرجل تأتي وتقول أريد تفسيرا صحيحا سليما خاليا، وإذا ما علمت أن هذا التفسير مثلا أي تفسير من التفاسير فيه روايات إسرائيلية وأنت ليس عندك القدرة على التمييز، يعني أنت كرجل عادي قارئ للتفسير عادي تريد تفسيرا خاليا لأنه ما عندكش القدرة على التمييز بين ما هو صحيح وما يقبل وبين ما لا يقبل، وربما يكون في هذا التفسير أمور جيدة وضرورية ومفيدة للقارئ،
لكن القارئ لا يقبل على قراءتها والاستفادة منها، لأن هذا التفسير قد تضمن بعض الإسرائيليات. خلاص يا مشايخ، فأنت لا ليس عندك قدرة على التمييز بين ما يقبل وما لا يقبل. الرابع، حذف الأسانيد ونقل أقوال من غير عزوها إلى قائلها، ولا بيان مما استقيت مما استقيت ومن أين جاءت، وبذلك التبس الحق بالباطل واختلط الخطأ بالصواب، فصار من ينسك له رأيا يذكره ولو كان خطأ. يسنح له رأي، يعني يعرض له رأي أو يأتي له رأي كده في باله. أيوة، ولو كان خطأ، ومن يقوى على قول ينقله ينكره ولو كان باطلا، فجاء من بعدهم ومن يقع على قول ينقله أو ينقله ولو كان باطلا، يعني أي ليه بقى أقول لك صحيح؟ لأنه من أسباب الضعف في التفسير بالمأثور حذف الأسانيد، لأنه ذكر الرواية بالسند يجعلك أنت كرجل باحث أو كرجل متخصص تدرس السند، يعني فلان عن فلان عن فلان، نظرت في السند وجدت أن السند بسم الله ما شاء الله كله ثقة وما فيش انقطاع، يبقى إذن الرواية صالحة للاحتجاج وصالحة للقبول. لما تيجي بقى تحذف في السند ده وتجيب القول ده فقط، قيل قال ابن عباس، طب وفين السند لابن عباس؟ قال ابن عمر، فين السند لابن عمر عشان أحكم على الرواية ديت وأعرف إن ابن عمر دي قال فعلا القول ده ولا لم يقله؟ فده خلى كثير جدا من الناس تعرض عن هذه الأقوال لأنهم لا يعلمون مدى صحتها. ولماذا لا يعلمون مدى صحتها؟ لحذف أسانيدها، بسبب حذف إيه؟ أسانيدها. وبذلك التبس الحق بالباطل واختلط الخطأ بالصواب إلى آخر. ماشي يا مشايخ؟ هذا فيما يتعلق بالتفسير في أسباب الخطأ في التفسير بالمأثور. أما ما يتعلق بالخطأ في التفسير بالرأي فنكمله يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقبل أن أترككم ارفعوا أكف الضراعة إلى المولى عز وجل. اللهم حبب إلينا العلم واجعلنا من العلماء العاملين، وافتح علينا فتوح العارفين، واجعلنا من خواص عبادك المقربين يا رب العالمين، واجعلنا في المعية المحمدية يا أرحم الراحمين، واجعل قلوبنا متعلقة بكتابك وألسنتنا ذاكرة لك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارفعوا